خطوط الموضة من ستينيات القرن الماضي كانت مصدر إلهام مصممة الأزياء العالمية كاري نيلسون في مجموعتها لربيع وصيف 2015 التي افتتحت بها أسبوع الموضة في باريس الأسبوع الجاري. وقالت المصممة الأمريكية نيلسون إنها استوحت خطوط مجموعتها الجديدة من أفلام سينمائية قديمة وأفلام الكرتون التي اشتهرت خلال فترة الستينيات ثم أضفت عليها مسحة عصرية. المصممة كاري نيلسون: شاهدت بعض الأفلام مثل بليد رانر وأفلام الكرتون جيتسونز. لقد كانت الأزياء في هذه الأفلام مستقبلية بعض الشيء، لكنها كانت تميل إلى فترة الستينيات، وهذا ما ستلاحظونه في بعض التصميمات. أما قصات الشعر والمكياج فهي أكثر حداثة. واستخدمت نيلسون نسيج المهير السكري والحرير الأصفر الباهت لتصميم بعض الفساتين، كما تلألأت بعض تصميماتها ببعض القطع الذهبية والبرونزية التي اقترنت مع بعض الأجزاء الشفافة. وقالت نيلسون إنها استخدمت البلاستيك كمادة في خطوط تصميماتها بالإضافة إلى التل والساتان والقطن، موضحة أن تصميماتها تناسب جميع أذواق النساء في العالم وليست مقتصرة على فئات محددة. ومن المقرر أن يستمر أسبوع الموضة في باريس حتى الأول من أكتوبر المقبل. محمد الجبالي، رويترز.